السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده ده اول فيديو او تطبيق لاوبن سي في. ان شاء الله نتعلم النهارده ازاي نعرف نفتح الصور وازاي نقدر نسيف الصور بامدادات مختلفه. يعني مثلا لو الصوره جي بي جي، ازاي نعرف نسيفها بامدادات بي ان جي والكلام ده كله. تمام، ان شاء الله الكود اديتور اللي انا هستخدمه هيبقى في اس كود. تمام، فلو انت عايز تستخدم اي كود اديتور تاني او اي حتى اي دي اي تاني براحتك خالص، مفيش اي مشكله. تمام، لو انت مثلا عايز ان شاء الله تستخدم الكود اديتور وعايز نفس الخصائص اللي عندي ديت، ان شاء الله هسيب لكم تحت في الديسكريبشن بردك، يبقى في الريبو بتاع جيت هاب هيبقى في بردك اللينكات ديت. او انت ممكن مثلا تخش هنا على جيت هاب، هتلاقي هنا ديت عباره عن البيج بتاعت على جيت هاب. تمام، البروفايل بتاعي، فهتلاقي هنا في اس كود كي بايندنجز وفي اس كود سيتنج، دي بتاع السيتنج ودي بتاع الشورت كات. تمام، فلو احنا جينا على الفي اس كود هنا، خش هنا وبعد كده على السيتنج، وبعد كده انت لو فتحتها هتلاقيها تظهر لك بالشكل ده. اتك انت بس على الجزء ده هنا، تفتح لك هنا وخد السيتنج من هنا واعمل لها كوبي بيست. نفس الكلام للشورت كات. تمام، هتعمل هنا شورت كات وبرضك نفس الكلام، تروح هنا وتحط برضك تعمل كوبي وبيست هنا برضك للشورت كات، هيبقى عندك نفس النسخة اللي عندي من في اس كود بالظبط. تمام، فتعالى يلا نبدأ. بسم الله. اول حاجة طبعا زي ما احنا عارفين اوبن سي في، لما باجي اعمل لها امبورت بعمل لها امبورت سي في 2. تمام، ما بتقولش امبورت اوبن سي في، لا هي اسمها سي في 2. تمام، ده اول سطر. تمام، بعد كده احنا ان شاء الله في بعد كده هنعرف فاريبل كونستنت كده اللي هو مين الباس بتاع الايمج اللي احنا عايزينه. فهي هنخليها مين طالما هي موجوده عندنا في نفس الدايركتوري او الريبوزيتوري هنا، هخليها ايمج وبعد كده ايه الخوارزمي دو جي بي جي. تمام، فبعد كده دي الايمج. وبعد كده ان شاء الله في الفيديوهات اللي هي في الاخر خالص بقى ان شاء الله نبقى نعرف ازاي ان احنا نغير الدايركتوري بتاع الايمج دي، بحيث ان المستخدم يبقى عنده حريه اكتر ان هو يختار الصوره. يعني ما يبقاش الدايركتوري بتاع الصوره موجود جوه البرنامج، لا يعني مثلا انت ممكن تختار الصوره باستخدام تينكر اللي هو مثلا يفتح لك فايل اكسبلورر كده وانت تختار الفايل اللي انت عايزه، او باستخدام ممكن نعملها حاجه تانية شبه ارج بارس اللي هو ان انت تديله الدايركتوري بتاع الايمج في التيرمينال وهو يشتغل عادي. فكل ده هنعرفه ان شاء الله في الاخر الكورس خالص. يعني ايه انا حاطط ديت دلوقتي بس عشان نسهل الموضوع اكتر، يبقى الموضوع يعني ايه فاهمين ايه الدنيا والدنيا دي جايه منين. تمام، بعد كده احنا عايزين طبعا اوبن سي في. لو انا عايز اظهر الصوره في ويندو كده واشوف الصوره، لازم اول حاجه تكون الصوره عندي بس يعني عباره عن باي اراي. تمام، طب انهي ميثود في سي في 2 بتحول الصوره الدايركتوري بتاع الصوره لنمباي اراي؟ الايمج ريد. تمام، اي ام ريد دي اختصار لايمج ريد. تمام، فانت ايمج ريد دي بتدي لها مين؟ بتدي لها الباس، بس بتدي لها باس او الفايل نيم بتاع مين بتاع الايمج. فانا هدي له هنا الباس اهو، تدي له هنا الباس، هيديني هيقرا الصوره وبعد كده يحولها لي لنمباي اراي. يبقى ديت ايمج دلوقتي الفاريبل ايمج عباره عن نمباي اراي. طالما نمباي اراي اقدر استخدم فيها اي حاجه تبع نمباي، شبه مثلا ان هو طالما اراي بقى اقدر اطبع الشيب بتاع الاراي ديت، اعرف مثلا فدي هي يعني ايه ايمج شيب ديت هتديني ابعاد الاراي اللي عندي. تمام، فهو هيديني الهايت في الويتس في 3. طب ليه 3؟ طب الهايت والويتس مفهوم، طب 3 ليه؟ ما هو اي ايمج بتتكون من 3 شانل او 3 طبقات، اللي هو الطبقة اللون الأحمر وطبقة اللون الأخضر وطبقة اللون الأزرق. تمام، فأنت لما تدمج التلاتة مع بعض، لما تعمل لهم دمج مع بعض هيديك الصورة الملونة اللي عندك، الصورة بالألوان. تمام، وطبعا بقى هنفهم حاجة في برضك الصور اللي هي اللون الأسود اللي هي الجراي، ماشي جراي سكيل، فدي كله إن شاء الله هنتكلم عنه في الفيديو الجاي بتوسع أكتر، وهو البيكسل والكلام ده كله، فإن شاء الله في الفيديو الجاي. تمام، بس دلوقتي افهم بس إن هي إيه، اي صوره ملونه هتديك عباره عن الهايت في الويتس في 3 في 3. تمام، بعد كده بقى احنا ممكن نطبع مثلا، طب انا عايز احسب الهايت بتاع الصوره قد ايه، هيبقى اول واحد في التوبل ديف او في الشيب يبقى اللي هو عنصر 0 رقم 0، وبعد كده تاني واحد اللي هو عنصر رقم 1، وبعد كده التشانل هيبقى عنصر رقم 2. تمام، بعد كده بقى ايه احنا عايزين نعرض الصوره بتاعتنا بقى، فنعرضها ازاي؟ نعرضها باستخدام ايمج شو. تمام، اي ام شو دي هتعرض الايمج. طب الايمج دي بتاخد ايه؟ بتاخد اتنين بارامتر. اول حاجه اسم الويندو هيبقى عامل ازاي، يعني لما الويندو تظهر عندك يبقى اسمها فوق على الشمال اسمها ايه. انا مسميها مثلا زي ايمج، انت دي براحتك خالص تسميها شبه ما انت حابب. تمام،
تاني حاجه النمباي اراي اللي انت حولتها او الايمج نمباي اراي. تمام، احنا حولناها الايمج، فين الايمج ديت اهي، جبناها منين؟ بعد ما حولنا الباس لحولناه لنمباي اراي وبعد كده بعتناه هنا. تمام، بس فاحنا لو جينا شغلنا البرنامج كده، تمام، هي الصوره ظهرت بس اختفت مره واحده كده بسرعه. بس تعالى كده نشوف الاوتبوت وبعد كده هنحل المشكله دي. تمام، فهتلاقي الشيب طلع عندك الشيب بالمنظر ده كده، عبارة عن 483 ارتفاع في 800 عرض في 3. تمام، وبعد كده اهو الارتفاع 483 والعرض 800 والتشانل 3. تمام، طب بعد كده المشكلة بقى التانية ان احنا مش عارفين نشوف الصورة. هو الحقيقة الصورة اتعرضت اساسا بس انت ما بتلحقش تبص عليها عشان هو في حاجة ان هي بتاخد حوالي ملي سكند كده وبتقفل تاني. طب احل المشكلة دي ازاي؟ في حاجة اسمها ويت كي. ويت كي ديت عبارة عن فانكشن موجودة في سي في 2 او اوبن سي في، بتوقف البرنامج عن ان هو يكمل غير لما تتكع على مين، على زرار معين، بتاخد بارامتر واحد اللي هو مين، زمن عرض الصورة بالملي سكند. تمام، فلو انا اديته صفر، لو قلت له صفر معناه ان هو كده بعد ما يعرض الصورة هيوقف البرنامج. طب هيوقف البرنامج وهيفضل الصورة معروضة لحد ما تتكع على اي زرار على الكيبورد. تمام، فديت حاجة. تاني حاجة ان هي لما ويت كي ديت لو انت مثلا اديت لها رقم، مثلا ادينا لها تعالى مثلا ادي لها 3000. تمام، كده معناه ان هو هيقعد مين، هيقعد 3 ثواني، هيعرض الصوره لمده 3 ثواني وبعد كده هيقفلها. فتعالى كده نجرب. تمام بالظبط كده، فهو عمل ايه، عرض الصوره لمده 3 ثواني وبعد كده قفل. تمام، فهو دي الفكره. طب تاني حاجة بقى، لو انا عايز افضل مثلا افضل عرض الصورة وبعد كده اتكن على اي زرار على الكيبورد وبعد كده هو يقفل الصورة، بتحط صفر بس، حط له صفر وبعد كده هو هيبدأ ايه، هيفضل الصورة معروضة لحد ما اتكن انت على اي زرار على الكيبورد وبعد كده هو يقفل الصورة. تمام، فكده الصورة معروضة مش من غير ما اتك على اي حاجة، هتفضل معروضة وحتى لمدة اكبر من 3 ثواني كمان. تمام، اول ما اتك على الزرار على الكيبورد هيقفل. تمام كده، تمام. طيب اخر حاجه بقى ان احنا عايزين ان احنا نسيف الصوره بامتداد مختلف، يعني الصوره هي عباره عن جي بي جي. تمام، انا عايز بقى اسيف الصوره باستخدام بصيغه بي ان جي. تمام، ففي حاجه اسمها ايمج رايت. تمام، اي ام رايت ديت بردك نفس الكلام، بتدي لها مين، بتدي لها الدايركتوري الجديد بتاع الصوره. تمام، فانا هحطها فين، هحطها في الفولدر بتاع ايمجز وبعد كده هسيفها بالامتداد ده موديفايد دوت بي ان جي. تمام، تاني حاجة انت بتديله مين، بتديله الصورة الأصلية اللي انت عايز تحولها. فالصورة الأصلية اللي هي الايمج، قلنا أي سيف أي أوبن سي في ميثود بتاخد نمباي أراي ايمج على هيئة نمباي أراي. تمام، زي ما بقولنا لك كده، فانت لازم أهم حاجة ان انت تخلي أي صورة عندك أو أي دايركتوري صورة عندك على هيئة نمباي أراي. فادينا له مين، ادينا له نمباي أراي بتاع الايمج. تمام، بس كده، فتك انتر كده الصورة اتعرضت عندي عادي. تمام، هتك مثلا اي زرار على الكيبورد وتعالى بقى نشوف ايه الايمج الجديد. تمام، فلقينا هنا ايمج بس ايه بصيغه بي ان جي. تمام، واللي احنا سميناها موديفايد بي ان جي. تمام، والصوره عندنا هنا كده بس كده. فهو يعني ايه، كان فيديو كده قصير لذيذ بسرعه كده ان شاء الله. ف يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وتشاركه مع اصحابك، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. ويلا، سلام عليكم.